بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: الفصل الرابع الإيمان باليوم الآخر. قال الفصل الرابع الإيمان باليوم الآخر، والفصل الرابع إشارة إلى الركن أو الأصل الرابع، آسف الأصل الخامس، الأصل الخامس، وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان. فقد سبق الحديث عن خمسة أربعة من أصول الإيمان، وهذا هو الأصل الخامس من أصول الإيمان. سبق الكلام عن الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل. وهنا الحديث يعنى بالكلام عن الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهنا الكلام عن اليوم الآخر. قال المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها. يعني هذا مبحث في ضمن المباحث المتعلقة باليوم الآخر، وهو الكلام عن أشراط الساعة. ولكن لابد من تمهيد أيضا مهم، وهو: ما المقصود باليوم الآخر؟ ما هو المقصود باليوم الآخر؟ فاليوم الآخر يقصد به في الشرع يوم القيامة، ويشار به إلى نهاية الدنيا وبداية الآخرة. فالدنيا هي اليوم الأول أو اليوم الأدنى، واليوم الآخر أو القيامة هي اليوم الآخر. وأيضا المقصود به أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، هو أن تؤمن إيمانا جازما أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه. هذا اليوم يجمع الله فيه الخلائق ليحاسبهم على ما عملوا، ومن متعلقات هذا اليوم الإيمان ببعض الأمور التي هي من ضمن الإيمان بهذا اليوم، كالإيمان بأشراط الساعة والموت والبعث والنشور والعرض والحساب والصراط والميزان والحوض والجنة والنار. كل هذه قضايا تدخل ضمن هذا الركن، وهو الإيمان باليوم الآخر. الحقيقة كيعني استطراد خارجي عن الدرس، ما أحوجنا في هذه الأيام وهذه الفترة إلى الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، وأشير بذلك إلى هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تنتشر وتزداد في مجتمعنا، وهي ظاهرة الإلحاد والعياذ بالله. فهذه الظاهرة بدأت تتزايد في كثير من الناس، وعلى الخصوص يعني فئة الشباب، لظروف كثيرة لعلنا نتعرض لهذه المسألة من خلال أحاديث قادمة إن شاء الله تعالى. ومن أساليب مواجهة هذه الظاهرة
هو الكلام حول اليوم الآخر. لكن طبعا هذا لا يكون بطريقة تقليدية، يعني لا يكون من خلال مثلا المسجد. فأنت إذا تحدثت في المسجد عن اليوم الآخر ستحدث من؟ ستحدث من يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن في الحقيقة نحتاج إلى أن نخاطب هؤلاء الذين شرعوا في الإلحاد، وإن كانوا لا يسمون أنفسهم ملاحدة، وربما سمى بعضهم نفسه ليبراليا أو نحو ذلك. فهؤلاء في الحقيقة نحتاج إلى خطة كبيرة جدا للتعامل معهم. لكن أنا أقول على الأقل في محيط طلبة العلم الذين هم أمامي، أنت ما استطعت إلى ذلك سبيلا فافعل. يعني كلما وجدت في إنسان حولك هذه الظاهرة فاصبر على دعوته، وليكن من أول ما تستعمله في دعوته هو الكلام عن اليوم الآخر، لكن بغير الطريقة التقليدية. ولعلنا في آخر الدرس نحاول أن نشير إشارات إلى ذلك. فكما ذكرنا فاليوم الآخر هو ذلك اليوم الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الناس ليوم لا ريب فيه، كما قال سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه ما يدل على ذلك، ومنه قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وأول هذه الأمور كما ذكر هنا أشراط الساعة. قال تعريف أشراط الساعة، قال الأشراط جمع شرط وهو العلامة، وقيل أشراط الشيء أو أوائله. قال جاء في لسان العرب والاشتقاقان متقاربان، لأن علامة الشيء أوله، يعني سواء كلمة أشراط يعني يقصد بها العلامة أو يقصد بها أول الشيء. قال والساعة جزء من أجزاء الزمن، ويعبر به عن القيام. قال تعالى وعنده علم الساعة. قال والساعة جزء من أجزاء الزمن ويعبر به عن القيامة. قال تعالى وعنده علم الساعة، يعني علم يوم القيامة متى يكون. والساعة من أشهر أسماء يوم القيامة في النصوص الشرعية وكلام الناس، وسمي ذلك اليوم بالساعة لأنه يأتي بغتة فيفجأ الناس في ساعة، يعني في جزء من الوقت، ولذلك سمي يوم القيامة يوم الساعة. وأشراط الساعة علاماتها وأماراتها التي تقع قبل قيامها، وهذا من رحمة الله تعالى، فإن الله تعالى أخبرنا بهذه الأشراط وهذه العلامات رحمة بنا، فعلى الإنسان إذا وجد ذلك أن يستعد، فمن أساء فليستعتب وليستدرج على نفسه وليرجع عما هو فيه. ولذلك هذا من رحمة الله بنا أن جعل لنا هذه العلامات قبل القيامة. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال أقسام أشراط الساعة، قال أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هنا المصنفين قسموها ثلاثة أقسام، مشهور بين المصنفين من العلماء أنهم يصنفونها قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. المصنفون هنا قسموها ثلاثة أقسام باعتبار أن العلامات الصغرى قسمين، قسم قد حدث منذ مدة من الزمن كما سيذكر هنا الأمارات البعيدة، وقسم لا يزال مستمر. قال القسم الأول الأمارات البعيدة، البعيدة يقصد بها يعني
البعيدة عن وقت الساعة، البعيدة عن وقت الساعة. قال: وهي التي ظهرت وانقضت، منها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. فهذه علامة بعيدة عن الساعة، يعني وقعت منذ زمن من أكثر من 1400 سنة، فهذه علامة وقعت منذ زمن بعيد، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، على ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال: وقد خرجت هذه النار على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل جماد الآخرة سنة 54 و600، وكان خروجها من شرقي المدينة النبوية، وسالت بسببها أودية من نار، وارتاع الناس منها، ورأى ضوءها أهل الشام، ورأى أهل بصرة وهي إحدى قرى دمشق أعناق الإبل في ضوئها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامة أيضا من العلامات التي وقعت، هذه علامة من العلامات التي وقعت، وهي خروج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بصرة. وهذه النار كما ذكر قد ظهرت، وذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في أحداث هذه السنة. وهذه النار كانت في وقت، يعني وهي تسجل كان يعاينها، يعني العلماء الذين يسجلون هذا التأريخ كانوا يعاينونها، منهم الإمام أبو شامة وغيره، فكانوا يسجلون أحداث هذه النار ساعة بساعة. ظلت يعني بعض الأيام في الحجاز، وقد ظهرت أو بدأت من المدينة، أرض الحجاز حول المدينة، واشتعلت هذه النار بقوة، وارتاع الناس وخافوا، وظن الناس أن القيامة ستقوم، حتى أن الناس تابوا جميعا وتركوا المحرمات وأووا إلى المساجد وقاموا الليل وتابوا إلى الله عز وجل في هذه الأيام توبة لم تعرف من قبل. وهذه النار أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، يعني مدينة بصرة، هذه المدينة التي هي إحدى قرى دمشق في سوريا. الصوت انتم معي. هذه المدينة التي هي بدمشق أو بسوريا، هذه المدينة لما كانت النار بأرض الحجاز أضاءت أعناق الإبل ببصرة، يعني الإبل وهي ماشية في بصرة وهي ماشية، النار بالليل يعني في الليل أضاءت أعناق الإبل، الإنسان يرى أثر الضوء في أعناق الإبل، وهذا يدل على أنها كانت نارا عظيمة، يعني كانت هذه النار نار عظيمة جدا، إذ أنها في الحجاز، وتعلمون يعني تقريبا المسافة ممكن تزيد مثلا على أكثر من يعني 1000 كيلومتر مثلا بين الحجاز وبين يعني بصرة، ومع ذلك أضاءت لها أعناق الإبل، مما يدل على عظيم يعني درجة هذه النار. وهذه علامة من العلامات الصغرى، من العلامات الصغرى. نعم. القسم الثاني: الأمارات المتوسطة.
الأمارات المتوسطة، قال وهي التي ظهرت ولم تنقضي، ولم تنقضي يعني ظهرت ولم تنتهي، ولم تنتهي يعني في بعضها لسه لم ينتهي سيظهر، وبعض هذه العلامات كما ذكر العلماء يتكرر، يعني ممكن علامة تظهر في وقت وتتكرر أيضا في وقت آخر، كما هو مثلا في أمر فتح القسطنطينية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القسطنطينية ستفتح، وهذا سيتكرر، وبالفعل فتحت المرة الأولى وستفتح مرة أخرى بعد ذلك قرب الساعة، ستفتح مرة أخرى قرب الساعة. الفتح الأول كانت القسطنطينية مركز النصارى وعاصمة يعني الدولة الرومانية الصليبية العظمى من ناحية الدينية يعني، وفتحت على يد محمد الفاتح رحمه الله تعالى بعد محاولات الصحابة الكثيرة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وأما الفتح الثاني فسيكون في أيضا قرب الساعة، وهذا الفتح سيكون لقسطنطينية بجيوش مسلمة ستغزو هذه البلاد، والظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم أن هذه البلاد سيعلوها حكم الكفر مرة أخرى، يعني القسطنطينية الآن في تركيا وهي في حوزة المسلمين، لكن الظاهر والله أعلم أنه سيعلوها الكفر مرة أخرى وعليه فسيفتحها المسلمون مرة ثانية. قال القسم الثاني الأمارات المتوسطة، وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تتزايد وتكثر، وهي كثيرة جدا، الأمارات من هذا النوع كثيرة جدا جدا. الحقيقة أنه من أحسن الكتب في هذا الباب مجموعة الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وهي مجموعة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ينصح باقتنائها، يعني ننصح كل أخ أن يقتني هذه المجموعة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، فيها ثلاثة كتب تتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، الكتاب الأول القيامة الصغرى، الكتاب الثاني القيامة الكبرى، الكتاب الثالث الجنة والنار، وهي يعني تتناول هذه القضايا تفصيلا وتحليلا. نعم. قال العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر، منها يقول أن أن تلد الأمة ربتها وتطاول الحفاء العراة رعاء الشاء في البنيان، يعني من هذه العلامات أن تلد الأمة ربتها، الأمة المرأة المملوكة، وتلد ربتها يعني من سيدها، الأمة المملوكة يطأها السيد، يطأها السيد فتلد لهذا السيد حرة، فتلد الأمة حرة، أن تلد الأمة ربتها، وهذا إشارة إلى كثرة الفتوح، كثرة الفتوح وحدث ذلك وحصل وكثرت الفتوح في الأمة الإسلامية، وكثر السبي وكثر وطأ السبايا وكثر ولادة السبايا للأحرار، وإلا كثير من يعني الشخصيات المشهورة في العالم الإسلامي أمهاتهم كنا من الموالي والمماليك ونحو ذلك. بعض العلماء يقولون تفسير معنوي أو إشارة معنوية في الحديث، يعني على خلاف ظاهر الحديث، وهي أن تلد الأمة ربتها، يقولون إشارة إلى العقوق أو زيادة العقوق في الناس، أن تلد الأمة ربتها، الأمة الأم يعني تكون كالأمة تحت البنت، فالبنت تكون كالسيدة على أمها، إشارة إلى انتشار العقوق خصوصا في جانب الإناث مع أمهاتهن. قال وتطاول الحفاء العراء رعاء الشاء في البنيان، وهذا مشاهد، تطاول الحفاء العراء
العرب الأعراب البدو الذين كانوا يسكنون الصحراء ويعني يرعون الغنم يتطاولون في البنيان بعدما كانوا يعيشون في بيوت الشعر والخيام ونحو ذلك يتطاولون في البنيان يتطاولون في البنيان يعني يسكنون البيوت العالية البيوت وصار هذا موجود الآن يعني أعلى تقريبا مبنى في العالم موجود في البحرين تقريبا مش كده في دبي حاجة زي كده أعلى مبنى في العالم يعني موجود في دبي وأيضا هنا تنبيه وهو لا يشترط من ذكر العلامة يعني علامات الساعة أن يكون معنى ذكرها ذم ما فيها ذم ما فيها بمعنى أنه لا يشترط أن تطاول الحفاة العراة أن يكون دي علامة سيئة مش شرط قد يكون الإخبار بعلامات الساعة من باب الإخبار المجرد علامة على النبوة من باب الإخبار المجرد علامة على النبوة أن علامة من دلالات النبوة يقول لك هيحصل كذا سيكون كذا وقد يكون الإخبار من باب الذم والتخويف والترهيب من هذا الشيء كما مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر فيكم الغنى الزنا حتى يكثر فيكم الزنا أو لا تقوم الساعة حتى يكثر الحر والحرير والمعازف والخمر هذا من باب الإخبار والإنذار الإخبار والإنذار إذن فلا يشترط أن يكون الإخبار عن علامات الساعة كله من باب الإنذار فقد يكون من باب الإخبار من باب علامات النبوة ولذلك على سبيل المثال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تفشو فيكم التجارة تفشو التجارة هل هي علامة من علامات الساعة التي يخبر بها إنذارا أن هذا شيء مذموم أو هو مجرد إخبار أنه سيكون هذا في الناس تحتمل هذا وذاك أن كثرة التجارة يحتمل أن الناس سيكثر فيهم الغفلة والانشغال بالمال والتجارة ونحو ذلك ويحتمل الإخبار المجرد قال على ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب وفيه قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه العالة يعني الفقراء أو الذين عندهم من هم يعني العيال الكثير قال يتطاولون في البنيان كأنها ظاهرة على أنهم حصل لهم نوع من الطرف المالي والمادي حتى تطاولوا في البنيان وتطاول البنيان لم يكن يعرف في العرب بل ولا يعرف حتى في العالم قبل ذلك يعني تطاول البنيان أصلا ظاهرة لم تكن في العالم أصلا قبل ذلك لكن اخترعها الإنسان لحاجته ونحو ذلك فهل هي ظاهرة يعني من باب أنها شيء مذموم أم شيء مجرد الإخبار الظاهر أكثر أنها من باب الإخبار والله أعلم قال ومنها خروج دجالين 30 يدعون النبوة خروج دجالين 30 يدعون النبوة كما جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله قال وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي من علامات الساعة التي هي من العلامات الصغرى ظهور الدجالين أدعياء النبوة أدعياء النبوة
يقولون قريبا من 30، قريبا من 30 كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأول، قريبا من 30، لأنه في رواية قال حتى يكون فيكم 27 بالعدد كده 27. فيعني هذا هو عند العرب 27 دي بالتقريب، يبقى تبقى 30 يعني. وقد ظهر من هؤلاء الدجالين من ظهر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وبعده، ولا يزال يظهر من يظهر. فأما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأشهر هؤلاء مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والمختار الثقفي أيضا الذي أيضا ظهر في آخر حياة النبي، الأسود العنسي أسف، الأسود العنسي، ثم المختار الثقفي أيضا، وكذلك المرأة التي ادعت النبوة سجاح الأسدية. وفي العصر الحديث ظهر رجل في السودان يدعى محمد محمود طه، وهذا أعدمته السلطات السودانية لادعائه النبوة، ادعائه النبوة. وهنا قد يقول قائل هناك أعداد أكثر من ذلك ظهرت وادعت النبوة، فهل معنى ذلك أن هذا العدد فيه نظر اللي هو 30 أو 27؟ يعني ممكن يكون عدد اللي ادعوا النبوة على مر الزمان أكثر من 30 لغاية دلوقتي، فهل هذا يتعارض مع الخبر؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن المقصود بالدجالين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من لهم في الناس شأن وأتباع، من لهم في الناس شأن وأتباع. أما من ليس له أتباع ولا ليس له يعني وراءه أمة ونحو ذلك، فهذا لا يعد من هؤلاء، وإن سمي دجالا لكن لا يعد من هؤلاء. فمسيلمة الكذاب مثلا كان وراء آلاف مؤلفة، يعني يزيدون عن 200,000. يعني تصور أنت مسيلمة الكذاب أكثر من 200,000 إنسان يؤمنون بأن مسيلمة الكذاب رسول ونبي، وكان هؤلاء قبلها يؤمنون بأن محمدا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لا تعجب، لا تعجب لما تلاقي يعني ظاهرة الإلحاد تظهر في الناس، لا تعجب، خصوصا الأسباب المحيطة بها تكون شبيهة. يعني مسيلمة الكذاب لما ظهر كان من بين الأسباب التي فتنت من حوله القبلية، القبلية قبلية يعني القومية، يعني أقصد القومية، إن مسيلمة الكذاب قال لهم إحنا بلديات، إحنا من بلد واحدة يعني القومية، فهم من بني حنيفة وهو بني حنيف، فقال لهم ازاي احنا بني حنيفة واحنا نرضى يكون علينا رسول واحد من قريش، وزعم انه هو رسول وانه هو نبي ونحو ذلك، واتى لهم ببعض يعني الامور المشتبهة فامنوا به وقالوا انت نبي وانت رسول، وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ان مسيلمة كان هو من سادات القوم فيهم، وكان له يعني سطوة في المال، كان عنده قدرات وإمكانيات مالية عالية جدا. فمسيلمة كان يوزع عليهم المال ويعطيهم ونحو ذلك، خلاص فالجماهير تمشي وراء مسيلمة، مش مسيلمة هيدفع، فمورا اللي بيدفع، وهذا شيء مشاهد في هذا الزمان والعياذ بالله. ظاهرة الإلحاد من يعني أسباب انتشارها هذه المسألة، وهي مسألة شيوع والعياذ بالله الفقر والبطالة ونحو ذلك وضعف الدين، يوم يؤدي إلى الفتنة، أي حد يقول له أي حاجة خلاص اكفر بالله، خلاص اكفر بالدين وبالشيوخ وبالتيارات الإسلامية، يكفر على طول طالما هياخد مال وهياخد فلوس، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ومنها انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب
يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. قال وهذه العلامة لم تقع بعد، يعني من العلامات الصغرى لكنها لم تقع بعد، لأن بعض العلامات الصغرى لا تزال لم تقع أو لا زالت لم تقع. بعض العلامات الصغرى يعني على سبيل المثال الحصار الفرات عن جبل من ذهب ونحو ذلك، فهذه من العلامات الصغرى التي لم تقع ولكنها ستقع بإذن الله تعالى. انحصار الفرات عن جبل من ذهب يعني كشف الفرات، الحصار يعني الكشف، فينحسر الفرات يعني يكشف الفرات عن جبل من ذهب، جبل من ذهب. فكيف سيكون ذلك؟ الله أعلم. هل هذا الانحصار سيكون مثلا بمنع ماء الفرات مثلا في بعض البقاع منه أو بعض الأماكن منه، فإذا انحصر الماء عن هذه الأماكن منه ظهر يعني جبل الذهب من تحته، أو أن بعض الناس سيفعل ذلك من باب علمهم بذلك، بعض الناس سيفعل ذلك، يعني يقولون قد جاء الخبر بأن تحت نهر الفرات ذهب، جبل من ذهب، فيعملون على يعني كشفه ويعني انحسار الفرات عن هذا الجهب الجبل. الله أعلم. هل سيحدث مثلا حروب مثلا تؤدي إلى ذلك؟ هل يعني أسباب كثيرة؟ الله أعلم. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرات سيكشف تحت مائه عن جبل من ذهب، فإذا اكتشف الناس هذا الجبل من ذهب تصارعوا عليه واقتتلوا. بعض الناس يحب يعني أحيانا يقوم يقول تأويلات فيها مغامرة إلى حد ما، كأن يقول بعضهم مثلا يعني مقصود بجبل الذهب البترول مثلا، البترول، وإنه أمريكا هتيجي عشان تاخد البترول بتاع العراق وإن الناس هتقتتل على البترول ونحو ذلك. هذا كلام في الحقيقة لا يجوز. لماذا؟ لأن علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز القطع بشيء منها إلا إن كان عليه دليل، وأما الاجتهاد فإن اجتهد فليجتهد فيما هو قريب ويرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الله أعلم هل يكون كذا أو يكون كذا، إنما يقطع ويقول سيحدث كذا ويحدث كذا ونحو ذلك، كما مثلا في خرافات وتخريفات هذا الذي ألف كتابا باع منه 1,000,000 نسخة في شهر واحد في الخليج العربي، كتاب اسمه عمر أمة الإسلام. هذا الرجل ألف هذا الكتاب وهو جاهل جهول، ده دكتور بتاع بيطري، دكتور بيطري ألف هذا الكتاب وباع في الخليج، الباع في الكتاب ده في الخليج في شهر واحد باع 1,000,000 نسخة. تصور أنت 1,000,000 نسخة كان أياميها بيباع ب 15 جنيه، 15 جنيه يعني 15,000,000 جنيه في شهر واحد. والكلام ده كان إمتى؟ أيام ما بدأت حرب الخليج، أيام ما بدأت حرب الخليج أو قبلها على طول بأيام كده بشهور قليلة، ولما بدأ حرب الخليج راح منزل كتاب آخر عمر أمة الإسلام 2، وباع برضو بأعداد رهيبة جدا، كان كله تخاريف وخرافات، إن هو يجيب بعض الأخبار سواء صحيحة أو غير صحيحة من علامات الساعة وينزل عليها أحداث، ينزل عليها أحداث، ومن هذه الأحداث مثلا كان يأتي بأخبار غير صحيحة، السفياني الذي سيظهر في آخر الزمان ونحو ذلك، وأن هذا السفياني هو صدام حسين، وإنه مش عارف سيحدث وكذا، وأن هذا الملك فهد، وأنه مش عارف فلان الفلاني هو كذا، وينزل بقى إيه أخبار، ومنها خبر المهدي كما سيأتي، ويذكر بقى كلام كله تخاريف، وأن المهدي يضرب برجله بالأرض يوم مش عارف يحصل كذا، إيه عندما يلتفت يحصل كذا ونحو ذلك، هذا كله من باب الكلام الفاسد. هذا فضلا عن ما يفعله أحيانا بعض الوعاظ والخطباء ولو كانوا حتى من المشاهير، فينزلون الأخبار
أو ينزلون يعني الأحداث على الأخبار بالقطع بالقطع، ويقولون الخبر الفلاني بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحدث الفلاني اللي حدث في الشيء الفلاني ونحو ذلك، وهذا غير صحيح طبعا في هذا المسلك، وإنما لا يقطع بحدث إلا أن يكون عليه نص، زي مثلا القسطنطينية فتحت هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مجرد تخمين زي بعض إخواننا برضو الطيبين بتوع الإخوان أيام برضو شوية كده بحماس ومش عارف إيه وبتاع مع بتوع مع إسرائيل في غزة، كل شوية يقول لك إنه الحجر نطق في الحتة الفلانية وقال يا مسلم يا عبد الله تعال ورائي إن يهودي تعال فاقتله، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح من حتى ولو أتوا لنا بمن أتوا به. لماذا؟ لأن هذه العلامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في مدة زمنية معينة، ليست هذه هي الزمان، ليس هو هذا الزمان، وهذه المدة الزمانية المعينة وهي في زمن المسيح عليه السلام، لما المسيح عليه السلام يقاتل اليهود الذين هم جيش الدجال، لا يبقى حجر ولا شجر إلا وينادي يا مسلم يا عبد الله تعالى فإن ورائي يهودي فاقتله. نعم. قال القسم الثالث العلامات الكبرى. طيب هنقف على الكلام عن العلامات الكبرى إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين